السلام عليكم ورحمة الله. الدرس العاشر في الوحدة الأولى، درس القسمة على كسر عشري أو عدد عشري. القسمة على كسر عشري أو عدد عشري. انتبه، للقسمة على عدد عشري أو كسر عشري يجب أن يكون المقسوم عليه عددا صحيحا. خلي بالك، يجب أن يكون المقسوم عليه عددا صحيحا، وذلك بضرب كل من المقسوم والمقسوم عليه في 10 أو 100 أو 1000 على حسب عدد الخانات العشرية في المقسوم عليه. يبقى أنا كل تركيزي على أن يكون المقسوم عليه عددا صحيحا. مثال: 8 من 10 على 2 من 10 تساوي، يجب أن يكون المقسوم عليه عدد صحيح، وأنا عندي 2 من 10، يبقى أنا محتاج أحرك الفاصلة منزلة واحدة جهة اليمين، يبقى هضرب ب10، وزي ما هضرب ب10 في المقسوم عليه يبقى لازم أضرب أيضا المقسوم في 10، وبالتالي يبقى 8 على الاثنين يساوي 4. نفس الكلام في المسألة الثانية، كل تركيزي على المقسوم عليه أن يكون عددا صحيحا. 6 من 100، يبقى محتاج أحرك الفاصلة جهة اليمين منزلتين، وطبعا الكلام ده بيكون عن طريق الضرب ب100، يبقى بحرك الفاصلة منزلتين جهة اليمين في المقسوم والمقسوم عليه، يبقى 480 على 6 بتساوي 80. مثال: اقسم 4332 من 10,000 على 1.2 من 10. زي ما اتفقنا يجب أن يكون المقسوم عليه عددا صحيحا. هحرك الفاصلة منزلة واحدة جهة اليمين، هضرب ب10، يبقى 4 صحيح و332 من 1000 على ال 12، وبنقسم بالقسمة المطولة العادية بتاعتنا. 4332 على ال 12 ممكن أخلي الفاصلة وممكن أشيلها، وبعد ما أقسم أحط الفاصلة في مكانها الأساسي بتاعها. طبعا احنا أخذنا القسمة المطولة وعرفنا طريقة الإخفاء، 4 على ال 12 ما ينفعش، أحجز المنزلة بتاعتها بصفر. ناخد التلاتة مع الأربعة، يبقى 43 على ال 12، بنخفي أول رقم مع أول رقم فيها التلاتة. 3 في 12 ب 36، ولما أطرح يبقى الباقي 7. بعد كده الخطوة اللي احنا بنعيدها، الأربع خطوات اللي احنا بنعيدهم كل مرة، بنزل التلاتة، أصبح العدد 73، بنخفي أول رقم مع أول رقم يبقى فيها الستة. 6 في 12 ب 72، ولما أطرح يبقى الباقي 1. أنزل اللي عليه الدور، أصبح العدد 12 على ال 12 فيها الواحد، وبكده يكون الناتج بعد ما بكتب الفاصلة 361 من 1000. إيجاد خارج القسمة غير المنتهية، القسمة غير المنتهية لأقرب جزء من 10 أو لأقرب جزء من 100. أوجد خارج قسمة ما يأتي لأقرب جزء من 10، 5 على 6، وطبعا الكلام ده هو بيكون باستعمال القسمة المطولة. 5 على 6، 5 على 6 ما ينفعش، فمحتاج أني أكمل لأن هنا المقسوم أقل من المقسوم عليه، فبحط فاصلة وأزيد صفر من عندي، أصبح العدد 50. 50 على 6 فيها 8 من جدول الضرب، 8 في 6 ب 48، ولما أطرح يبقى الباقي 2. عايز أكمل أزيد صفر وأنزل بيه، أصبح العدد 20. 20 على 6 فيها 3 من جدول الضرب ب 18، والباقي 2. هو محتاج لأقرب جزء من 10،
وانا محتاج المنزلة التالية اللي هي لأقرب جزء من 100 وصلت ليها كفاية يساوي بعد التقريب، لأن التلاتة ديت اللي هي المنزلة التالية نهمل ولا نضيف؟ بنهمل لأنها أقل من الخمسة، وبكده يكون خارج القسمة لأقرب جزء من 10 8 من 10. في أمان الله.